السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، يا رب يوم كله هنا وسعادة وسرور وفرج، رمضان كريم ويا رب أيام كلها بإذن الله تعالى مسرات. اللهم آمين. في برنامجكم بتون رح ناخدكم رحلة نستكشف فيها حياة المشاهير، نوقف على بعض تفاصيل حياتهم، نناقشهم يناقشونا، نسألهم يسألونا، نحاورهم نمزح معاهم، ويمكن كمان يتخللها فقرة نغلبهم أو يغلبونا، إن شاء الله نكون إحنا بنغلبهم. اليوم ضيفنا الحبيب قصي أبو سيف. والله حبيبي يا قصي، كيف حالك؟ الله يسعد لي. الله يسعدك يا قصي. قصي حبيبي، كم عمرك؟ 23 سنة. كم انت؟ ايش ترتيبك بين اخوانك؟ الاول اكبر واحد. في غيرك؟ في اخوان؟ لا، خوات. عندي خمسة. كيف انت إلهن؟ سند طبعا، ولا بتدقق كثير؟ طبعا ابوي. يا سلام. طبعا ما شاء الله عنك. طيب قصي، سؤال صغير، كم سنة صار لك في الجامعة؟ سؤال العصفورة قالت لي كل شيء. عم الشيخ ما لك تسب من اول حلقة. العصفورة قالت لي 6 سنين ونص. بس 6 ونص. ما شاء الله. لسه يعني دكتوراه؟ ما دكتوراه بالمحاسبة. أنا بقولوا لي عمو بالجامعة. طيب 6 ونص، يعني شو ردة فعل الأهل؟ هسه مش ردة فعل الأهل، بس إنه أنا مش فاشل دراسيا، أنا كثير شاطر، ما شاء الله، معدلي عالي يعني كان بالتوجيه، هسه يعني راسب جدا بالجامعة. اها، يعني لو في شيء اقل من راسي بعطوني اياه. معقول؟ بس لا، ان شاء الله خريج الفصل. يا رب يسهل امورك. اللهم امين. قصي، في فيديو سالت ابوك، قلت له يابا اذا صح لك بتتجوز؟ الثاني قصدي. الثاني يعني. وجاوب قال اذا واحده معاها مصاري بتخوت. ما هو اكيد بتخوت. سيبي اللي بتخوت، هن ما بيعرفنش بتخوت ولا بتخوتش. هو اذا ما بعد الفيديو حلو شو صار؟ هو يعني بيعرف انه الحجه بتعرف انه مزح، لانه يعني معقول ما دققت ولا نكدت ولا جبتوا مشاوي اليوم هذا؟ لا متاكد يعني، هو ما فيش بيت ثاني نام فيه كان يعني غير البيت اللي هو فيه يعني. ايوه، فاكيد ما اكيد مزح يعني. لا هي بتعرف الحج والحج متفاهمين جدا، بده زمان ثنى، كان ناوي الحج زمان ثني. ايوه والله شديت عيده. والله انا يعني ما عضد عادي، حقه الزلمه ثني. شو والله قوي انت. بس امك راح تحضر الحلقه؟ طيب عادي أمي. عادي يحكي صراحة. عادي والله. بدك نقصها من قصها؟ لا أنا عادي جدا. عادي. انظر ما تقول. بس ما أنا عارف أبوي يعني. عارف. بسويهاش. أيوه. لازم مش قادر واحدة، بدي أجيب كمان واحدة. يا رب ديم الوفق. اللهم أمين. بتحب تحكي لنا أكثر واحد بتحبه في أصحابك مين؟ والله عندي أصحاب كثير بحبهم يعني. طب أكثر إشي بتحبه في أصحابك، ما بدنا نحرجك. لا عادي، بحكي بتحبه كمان. مين اكثر حدا بحبه بصراحه؟ هم يعني في محبه عن محبه بتختلف. صح. في ناس في شغلات فيهم منيحه، في شغلات فيهم مش منيحه. مثل يعني انا بحب في اصحابي، يعني هو شغله مش منيحه بالنسبه لي، انا ما بحبها انه حدا يدلني على الصح، ما بحب حدا يدلني على الصح. فيها كم واحد بدلوني على الصح، هذول بحبهم، مع انه انا ما بحب حدا يدلني على الصح وبرفض وبعمل مشاكل كثير. بس من جوا انت بس عارف، بس من جوا انا عارف انه بده مصلحتي. بده مصلحتي. طب مين في منهم بضل يوصيك على الصلاة؟ أبوي. نعم الصاحب. بس نعم الصاحب صراحة على الصلاة. إجاك واحد أخوي. حرم صاحبي. صفنت ما قال لك مين على الصاحب عندك؟ إجاك واحد قوي. صفنت. سلام. مش من أصحابي، من إخواني. ها هاي قوي. زبطها. هاي قوي. زبطها. هاي قوية كثير. يلا عبادي. لازم نحلي، لازم نحلي بعد ال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل فزت حلبي. خذ من كل حبة ثلاثة. مش هاي بجت البرنامج. باليمين أزكى. بارصك. مش ما بيطلع مالح. بارصك يا شيخ. لا والله متزوج واحدة بكفي. كاش ثاني. لا يا عمي. واحد عنده ماس. شرح على الأربعة. واحد عنده ماس دورة نحاس. زقفولي زقفولي. خلاص هيك خلصنا. كيف أنت بلاي ستيشن؟ منيح هنا وتنغلب. بيس ولا فيفا؟ بلعب ايش ما بدك، قلول بلعب. قلول؟ يلا. بلاي ستيشن؟ انا جوعت. تفضل يا كبير. يلا سيدي. انا عائلة مزارعة، الزراعة متأصلة فينا، بس الميزات اللي عندنا والرعاية اللي عندنا والحظنا بالوضع الجغرافي والوضع البيئي تساعد على النضج، تعطي طعم خاص، هذا الطعم غير موجود في أي تمور أخرى. أنا أول مرة بعرف إنه في كوكب قد الأرض مرتين ومكون من ألماس، وإنه اللي اخترع البوظة ولد عمره 11 سنة.
بعد ما نسي كاس العصير في عود للتحريك برا البيت وتجمدت ولا وعجبته الفكرة وعمل منها كمية وصار يبيعها. وتخيلوا كمان انه طول اليوم طلع مش 24 ساعة، هو في الحقيقة 23 ساعة و56 دقيقة. الأربع دقائق وين راحوا؟ المعلومات اللي سمعتوها صحيحة 100%، وضيفوا عليها كل شيء عينكم شافته بالإعلان أكيد من عابدين هوم سنتر. عابدين، كل بيت موجودين. الآن مع الفقرة الثانية مع الحبيب قصي أبو سيف، بدنا نحاول نورجيه الحقيقة. تحمل يا كبير. اي والله لو اني مصلي الفجر 600 مرة ما حفوز. لا لهالدرجة ثقة؟ ما بعرفش العب. معناته بدي العب معك في يد واحدة. برضه مش لهالدرجة. لا يلا تفضل. استخفاف مش لهالدرجة، استخف الضيف عم الشيخ بزبطش يعني. صح. مش تشوتش بوز يا شيخ ما في بوز لا. داع يا شيخ. لا دعاء لسه ما بلشت، يعني بخليه اخر الخيار. حاول انك ما تدعي، ما حوصلك لانك تدعي. والله لحد الان انا مستغرب من مستواي، انا ما بعرفش العب. يا سلام عليك يا بصير، يا سلام عليك. ها بلنتي. اي زلمه انت، اي واحد بقعد تعطيه بلنتي. لا ما هو تمام، انا بلعب مع شيخ يعني. كيف المستوى لحد الان؟ ممتاز. امانة الله. صراحة اكثر واحد غلبتني هسه. الحمد لله. كل الحلقات القديمة. مهارة يا عم الشيخ، مهارة. يلا 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 يلا. قول داعي يا عم الشيخ. كورنا. والله داعي، والله داعي. شمت لك دعويك بالغلط. ما بشتغل الغالي. يا سلام. اروح ابو سيف ادعس. روح. هاي اذا بجيبها جول ههني اللاعب. اقسم بالله ما بعرف العب. معناته اللي قبلي كانوا يلعبوا انسى. ها 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 ها. والله يا شيخ يعني حرام، هاي قول، هاي لازم قول. حتروح منك يا شيخ. خلص يعني كثير حتروح منك على قولي يعني. هيك صح. طيب خمس دقائق يعني، حاول حاول تجيب. ان شاء الله ان شاء الله. لا يا ابو سيف الله عليك. عم انا يعني خسرت صح، بس مبسوط كثير هيك. هسه خلصنا الفقره الثانيه ابو سيف، اعطيني المايك. خلصنا الفقره الثانيه الحمد لله غلبته. تفضل معي على الفقره الثالثه ابو سيف. هيك بكون وصلنا للفقرة الأخيرة مع قصي أبو سيف الغالي. حبيبي قصي، الله يسعدك يا حبيبي. قصي الحبيب، أكثر موقف حزنك في حياتك؟ طبعا كل مواقف حياتي حزينة يعني، مش موقف سعيد أنا بتذكره يعني. أكثر موقف يعني بصراحة حسيت أنه أنا جد حزنان هذا الموقف، يوم ما ستي توفت رحمة الله عليها. أرحمها قبل أمك ولا أم أبوك؟ أم أبوي رحمه الله. قبل اسبوعين يعني، هو نفس الموقف حزني. احنا عارفين ان الموت حق الجميع، بس نفس الموقف حتى اجى بوقت غلط. وواحد رن علي مش من اهلي، رن علي فجأة انا نايم الساعة 5 الصبح. قد ما رن رديت فبقول لي ستك توفت. يعني ما حكى، ما اجالي، ما درج للموضوع تدريج، لا قال لي الو ستك توفت زي هيك. هذا بدج دج. دج دج دج. فهو كان موقف جدا. طب ايش كيف كانت ردة فعلك؟ ما صدق لحد الان، مش مصدق يعني. بروح عند دار سيدي، دار اهلي ساكنين عند دار سيدي نفس البيت، فانا بروح لسه مفكر انه ستي موجوده لحد الان. رحمه الله عليها. روحها موجوده. كانت حنونه كثير عليك. ربتني رحمه الله عليها. سبع سنين يعني انا عندها بنفس البيت، لحد شو عمر 15 16 سنه انام عندها في نفس البيت. طب لو حكينا لك انه الان ستك هاي بتسمعك الان، شو بتحب تحكيها؟ الله يغفر لك يا رب. انا عارف هي سمعتك. هي سمعتني. الله انا كثير بحبك. بس يا سلام. والله جدا بحبك. بعت لها شيء هدايا بتدعي لها؟ طبعا هعمل عمره ان شاء الله نروح. يا سلام. باذن الله برمضان. يا سلام. تصريح من البرنامج. يمكن اكون طالع عمره اصلا. طيب قصي حبيبي، صار معك اكثر من حادث. نعم صحيح. شو بتحس الاشي اللي كان سبب نجاتك من هاي الحوادث؟ اهلي، امي. والله العظيم. كيف يعني؟ يعني انا بقول لك يا شيخ، اذا ربنا ما بده يعني اتوفى طبعا نصيبه ابو الاعمار بيد الله، عشان امي، لان انا وحيد اهلي وفيش غيري. طب امك انت داير بالك عليها؟ طبعا اكيد امي. يعني قصدك امك دعائها والله ما بده يكسر خاطرها عليك؟ رضاها بس. يا سلام. كثير بترضى علي الحمد لله يعني. ابنها الوحيد يعني. في علاقه ابن بامه مبنيه على الخوف،
بيخاف منها وبيخاف يزعلها. لا فيش منه الحكي، اختي انا بعتبرها. يا سلام. اه والله حتى ابوي بعتبره اخوي، يعني ابوي حتى شغله مدير. يعني ممكن تقول لما لامك يما يا حبيبتي، ولا تقولها حبيبتي وقلبي وهيك بتحكي معها عادي؟ انا دي باسمها ايام. يا سلام. شو اسمها؟ اسم امي ايمان يعني. الله يا رب يخلي لك اياها. كل الثانيه بتعرف اسم امي. طيب اه شرف هذا. طبعا اكيد. ارفع راسك كبير. اكيد. الله يسعدك يا رب. يسعدك. طيب يعني انت بتشوف انه سبب نجاتك من الحوادث بر والديك؟ طبعا الحمد لله. ودعائهم لك. قصي حبيبي، تقدر توجه رسالة من هون للمشاهدين، كيف ممكن يكسب أمه في صفه؟ كيف ممكن يعملها بود، يحترمها، شو بدك يا حجة، شو ما بدك يا حجة، يحسسها أنه في حدا مهتم فيها، لأنه الأم قلب حنون مش زي الأب. الأب ممكن شوي يكون صعب على يعني أولاده وهيك، فعشان ممكن تربيتهم تكون أحسن. الأم لا، حنونة، حتى لو أنت غلطان تيجي تحكي لك انه خلص حصل خير ما في مشكله. فانه الواحد يعامل امه كانها صاحبيته، كانها اخته، كانها اي كل شيء بالدنيا الام. هي كل شيء طبعا اكيد. هي كل شيء. هي كل شيء. طب ليش احنا ما ليش ندفعها توصل لمرحله تطلب؟ لازم انا اجيب بدون تطلب. مو ممكن ايام تخجل من ابنها حتى عشان اذا هي ممكن ما تطلب. عشان هيك انا اكون دائما الحضن الدافي تبعها. طبعا اكيد. واجعل يعني كل اهتمامي مصبوب على امي وابوي. طبعا اكيد. لانه الام والاب يعني بر الأم والأب نتائجه في الدنيا قبل الآخرة. أكيد. في الدنيا بتنحفظ وانت جربت. صحيح. بتنحفظ في الدنيا، بتنستر في الدنيا، بتنرزق في الدنيا. رضا مش بقول مكتوب على سيارات يا رضا الله ثم رضا الوالدين. رضاك يا أمي. آه مش مكتوب رضاك يا أمي. رضاك يا أمي. وعراسي يا كبير. بالسجن. فهذا اللي بدنا نوصل للناس عن طريق قصي، إنه حاول تخلي دائما رضا أمك وأبوك معك، لأنهم ترس بتتلقى في صدمات العالم 100%. وانا الله يسعدك يا قصي. حتى هاي الكلمه انه انا الحمين يا اهلي. يا سلام. دعاء الحج الحمد لله. يا سلام. لهون نكون وصلنا مع ختام حلقتنا مع قصي ابو سيف الحبيب. استنونا في برنامجكم بتهون مع مشاهير ثانيين. وشكرا كثير لقصي الحبيب.